الشاين نيجاتيف 1. الشاين نيجاتيف 1 الدوائر العكسيه او الكوسيتش ماينس 1 او السيتش ماينس 1 او اي حاجه ماينس 1. تفتكر قطاعاتها كانوا كام؟ ثلاثه. اول حاجه ارسم الداله الاول الاصليه، ارسم الشاين، وبعدين اخليها وحديه التناظر، وبعدين ثالث خطوه كل السواية خليها وايلد. ده اللي انت هتعمله بس، انك تمسك الستة اللي انا هرسمهم دول وتحاول انت تقلب الكلام ده اللي انا قلته. بعد ما ندي رسم من حياتها هندي حاجة اسمها المطبقات. ده بقى اللي كان واجب عليك المارجنت. قلت لك في مطبقات تشبه المطبقات بتاعة الدوائر المثلثية. في فرق واحد بين المطبقات الزائدية والمطبقات المثلثية. ايه هو؟ حد يرفع ايده يقول ها؟ يعني كل مطبقه مثلثيه زي الزائديه بالظبط. عدل. استبدال الكوزاين والشاين وكده ولا ايه في فرق؟ ماينس. ان كل اثنين ساين موجودين في بعض ابدلهم انا ايه في الزائديه؟ نيجاتيف. شاين في شاين. طب لو كان الساين سكوير؟ هي اثنين ساين في بعض بس نفس الداله. صح؟ يبقى الاف ساين شاين سكوير. هنتكلم برضه عن مطبقه زياده كده اقول لك شكلها ايه؟ وبعدين هناخد المشتقات بتاعة الدوائر الزائدية. مشتقات الدوائر الزائدية أنا كاتباها أهي. الشاين مشتقاتها إيه؟ كوشاين. فاكر مشتقات الدوائر المثلثية؟ مين تفاضل الساين؟ يبقى الشاين كوشاين. مين تفاضل؟ سيب الإشارات دلوقتي، مالهاش دعوة بالإشارات. مين تفاضل الكوزاين؟ يبقى هنا برضه شاين. تفاضل التان كاستيك سكوير، هنا يبقى التش تش سكوير، التش ستيك كانت ستيك تان، يبقى التش تش تش. يعني كل الدوائر المثلثيه مشتقاتها هي الزائديه، بس لان انا عندي اوريدي في فرق اشارات بين المثلثيه والزائديه اكيد التفاضل هينعكس على الاشارات دي. في الدوائر المثلثيه تفاضلاتها كانت كلها موجب ما عدا اللي بيبدا بالسي، يعني كوزاين والكوزات والكوتان. كان التفاضل اوله ايه؟ سي ثالث. سي ثالث. طب في الزائديه بقى؟ لا، الدوائر الاساسيه موجبه واللي بتزيد اللي هي مقلوباتها هي دي ثالث. يعني الشاين والكوشاين والتاش دي الدوائر الاصليه بتاعتي. ومين مقلوب الشاين؟ كوزاتش. ومين معلوم الكوشاين؟ ستش. ومين معلوم التانش؟ تانش. وتانش. يبقى الثلاثة دول هما اللي تفاضلاتهم ايه؟ سابع. خد بالك بقى من الإشارات، إنما كقوانين مفيش حاجة جديدة أوي. هي نفس القواعد اللي إحنا قلناها قبل كده، خلاص؟ عايزين نبتدي نرسم المنحنية. إزاي أرسم دالة الشاين؟ معرفاش. أنا معرفش الشاين، يبقى أرسمها إزاي؟ يبقى لازم أقول له كده بقى الواي بتساوي شاين إكس. أنا معرفهاش لكن أعرف إيه؟ تعريفها. مين التعريف بتاع دالة الشاين؟ هي دالة أسطية إي أس إكس ومتفقة مع دالة تانية أسطية إي أس ماينس إكس. فرق ولا مجموعة؟ فرق. الشاين كانت الفرق ما بين اي اس اكس اي اس ماينس اكس على كده. تمام؟ عشان ارسم الداله دي الواي بتساوي الشاين وهنا الاكس. هرسمها ازاي الداله دي؟ هرسم الاي اس اكس الاول. كلنا نعرف الاي اس اكس منحناه بالشكل اللي انا هحطه ده كده بالاخضر. بيبقى عند الزيرو خدته كام؟ واحد. ويبقى انا عند السالب ما لا نهايه بزيرو ويزيد لحد الانفينيتي. المنحنى ده بتاع الاي اس اكس منحنى الاي اس ماينس اكس. ليك بالشكل ده؟ برضه بيتقابلوا عند الواحد يبقى ده الاي اس اكس وده الاي اس ماينس اكس.
اكتب قيمة هنا. عند اكتب قيمة هنا هون. قيمة الإيموس إكس أهي اللي فوق. وقيمة الإيموس ماينس إكس أهي اللي تحت. مجمع دي ولا سالبة؟ مجمع. ودي مجمع ولا سالبة؟ تمام. الإيموس إكس مجمع. أكبر من إيموس ماينس إكس ولا أقل؟ أكبر ولا أقل؟ أكبر. يبقى أنا بتطرح 10 ناقص 1. 10 ناقص 2. 8 مجمع ولا مش مجمع؟ طب اقسم على 2. كويس، يبقى القيمة اللي نتجت عندي كمية مجمع. خلاص؟ بس طبعا أقل شوية من دي، لأنك بتطرح من دي كمية تانية مجمع. وترجع تقسم على 2 كمان. الكمية دي الفرق عمال بين الثلاثين يزيد ولا يقل؟ طول ما انا ماشية الفرق ما بين الايكوس اكس والايكوس ماينس اكس بيحصلوا ايه؟ بيزيد. لو الفرق بيزيد وبيقسمه على 2 يبقى المفروض انه يزيد ولا يقل؟ يزيد برضه، لان الفرق عمال هنا اطرح واقسم على 2، اطرح الفرق ده كله واقسم على 2، اطرح ده واقسم على 2. اخر نقطة عندي ما لا نهاية ناقص الزيرو كام؟ بما لا نهاية. طب اقسمها على 2 بما لا نهاية. يبقى من الزيرو ده عايز يزيد 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 لغاية المجموع. تعالى في الناحية الشمال فين منحنى الاي اس اكس وفين وفين الاي اس ماينس؟ العكس. الاي اس اكس هو بقى ايه ده؟ اللي تحت. والاي اس ماينس اكس فين؟ فوق. انا عندي قاعده اساسيه، انا بطرح الاي اس اكس ناقص الاي اس ماينس اكس، مش حسب شكل المساله او حسب مزاجها. يبقى انا بطرح في دي اي اس اكس دي ناقص دي. الفرق يبقى مضرب ولا سالب؟ لما تطرح واحد او اثنين ناقص العشره. الصغير اهو ناقص الكبير. الارتفاع ده يا جماعه بتاع الاي اس اكس، والارتفاع ده كله بتاع الاي اس ماينس. اطرح الصغير ده ناقص الكبير، الفرق موجب ولا سالب؟ سالب. قسمته على اثنين؟ سالب. يبقى انا برسم الشاين بتاعته. انزل لتحت المحور ولا اطلع لفوق؟ تحت. يبقى لازم يجي بالشكل ده. مين اخر نقطة قيمة الاي اس اكس بتاعتها بكام؟ بزيرو. ودي بما لا نهاية. صفر ناقص ما لا نهاية. سالب ولا موجب؟ سالب ما لا نهاية على اثنين؟ ايه هي؟ اللون الابيض اللي انا رسماه الاخضر هو منحنياتي الاكسبرنشن فانكشن بتاعتي، ده اللي رسمته. اللون الابيض هو ده منحنى الشاين اكس. مين يقدر يقول لي في المنحنى الابيض ده مين الدومين ومين الرينج؟ مين قيم اكس اللي ممكن تاخدها؟ كلها. طب ومين الرينج بتاعها؟ كل قيم الاكس موجوده في المنحنى الابيض. طب والواي بتاعها برضه اه. القيمه دي القيمه اللي هنا مش احنا شايفين كده انها تشبه قوي القيمه اللي هنا بس بشارة عكسيه؟ يبقى ده نتيجه ايه؟ نوعها ايه؟ اوت فانكشن سلبيه. لان الشاين بتاع نيجاتيف هو سالب الشاين المجمع. اثبت. شيل الاكس دي وحطها ماينس اكس. يبقى ايه اس سالب اكس ناقص ايه اس موجب اكس على 2. مش هقدر اطلع السالب بره؟ وتبقى بتساوي سالب الداله ولا لا؟ حط الاكس دي نيجاتيف. وحط دي نيجاتيف ترجع مصدر. انت بتطرح مين؟ اي اس ناقص اكس ناقص اي اس موجب اكس طلع ناقص بره. ترجع شكل الداله زي الاول. يبقى دي معناها ان الاف اوف اكس هي سالب الاف اوف اكس، اذا الداله اوت فانكشن. تمام؟ ده دي فرديه. طب عرفت انا بدي مواصفات بس من الرسم. قبل ما تلاقي الكوشاين تاني داله هاخد المقلوب بتاعها على نفس الرسم. في فرق كبير قوي ما بين اقول لك المقلوب والمعكوس. المعكوس ارسم الداله وحضرتك التناظر. كل اكس واي يبقى واي اكس، دي طريقه الداله العكسيه. لكن المقلوب معناه ايه؟ زي ما احنا متعودين بقى
الاخضر. مين الاخضر؟ افتكر معايا الدوائر المثلثيه. في الدوائر المثلثيه كان في نقط عندي مهمه قوي قبل ما ابتدي في الرسم. كانت ايه النقط دي؟ الزيرو والمانا نهايه. مين اللي كان مقلوب الصفر؟ الفيت. ومقلوب المانا نهايه؟ زيرو. يبقى اول حاجه بحدد من الدوائر النقطتين دول. هل الدائره بتاعت الشاين اللي باللون الابيض في هنا اي نقطه خاصه من النقط دول؟ عند الزيرو كام؟ زيرو. طب الزيرو ده لو قلبته هيديني واحد على زيرو كام؟ طب ارسمه ازاي الانفينيتي ده في الرسم؟ يعني ايه اكس ايكوال زيرو الواي ايكوال ما لا نهايه؟ برافو، ده خط تقاليدي اصعب. يبقى لازم اللون الاحمر كده او لون مختلف عندك جاف وصاص تعملي خط رصد منقط. يبقى اول حاجه على فكره دي مش اول معلومه في المنحنى، طالما رسمته منقط يبقى ده مش جزء من المنحنى. لا، ده خط المنحنى هيقربه فين؟ اذا المنحنى بتاعي في المدى النهايه يا هيقرب من هنا يا من هنا او من هنا او من هنا، حاجه من الاثنين. تمام؟ ابتدي اشوف كل قيمه بقى في الناحيه المجرد عامل ابتدي لو قيمه الداله بتاعتك عن اكس دي عن اي اكس ب 2 تبقى مقلوبها كام؟ نص. طب لو ب 10؟ واحدة على 10 دي أقل ولا أكبر من نص؟ إذا أنا كل ما بزود في الإكس الشاين بتزيد، إذا ما بتكوسيتش تقل، ما هي مقلوب. اتفقنا قبل كده اديتك أرقام، قلت لك الأرقام من 1 ل 10 المينيم بتاعها 1 الماكسيمم 10. لو قلبنا الأرقام دي 1 نص تلت ربع لغاية 1 على 10 بقى مين الماكسيمم؟ ال 1 ال 1 اللي كانت ماكسيمم بقى مينيمم، والواحد على 10 اللي كان مينيمم بقى ايه؟ كان هو الماكسيمم الاول. طيب انا كل ما ازود ارقام كل ما العقد المقلوب يحصل ايه؟ يقل. داله الشاين دي عمال تزود مع زياده الاكس، عمال تزود في الارتفاع واي، تزود في الشاين، تزود في الشاين. يبقى كل مره هقلل في الكوسيتش من المال نهايه لحد كام؟ اذا كانت الواي الاخيره دي بانفينيتي، مين مقلوب الانفينيتي؟ الزيرو. يبقى انا متاكده ان الكوسيتش هتوصل هنا لكام؟ لزيرو. احرك الداله ازاي؟ من عند الصفر عايزها ما لا نهايه، وعند ما لا نهايه عايزها زيرو. تترسم ازاي؟ وتقل وهي ماشيه، يبقى لازم تيجي كده. ليه؟ ما رسمتش الداله من تحت، هي برضه هتفت. بالظبط هي كده. برافو. عشان انا لما اقلب ال 10 هتديك 1 على 10 مش هتدي نيجاتيف. مقلوب الارقام الموجبه لازم يفضل موجب، يبقى انا فوق دايما. طب ايه اللي يحصل في الناحيه الشمال بقى؟ قيم الشاين موجبه ولا سالبه؟ سالبه، يبقى انا اكيد هرسم الكوتيتش تحت معاها. قيمه النقطه دي بزيرو في الشاين تبقى ما لا نهايه في الكوتيتش. اهي. وقيمة النقطة الأخيرة دي سالب ما لا نهاية في الشاين يعني أبيض، يبقى لازم ترجع للزيرو. إزاي أوصل المنحنى؟ كده. ولازم المنحنى الأحمر ده يجي كده ليه؟ عشان لازم قيم الكوسيتش كلها تكون نيجاتيف. يبقى المنحنى الأحمر ده هو مين؟ هو الكوسيتش. معناها إن في نقطة
لا في القشير مجموعة الشاين كان الفرق منه يبقى ده يساوي المجموع مقسوم على كام؟ على 2 برسم دالة القشير هرسم تاني دالة الإي اللي انا عملته في الشاين عملته في القشير اول حاجه عملنا ايه؟ هرسم الإي بس الإكس شكلها ايه والإي بس ماينس إكس يبقى ادي سهلة وحاجات التناظر يبقى اعرف اجيب ايه كل اكس واي
مرسومة. هل وحدين التناظر؟ طب ما انت هتعمل ايه في اتنين مرسومة؟ برافو عليك، هتاخد جزء واحد منها يخليه وحدين التناظر. منين لفين اتفقنا؟ من زيرو الانفينيتي. النص ده كله علشان اجيب الانفرس لازم يتشال، يبقى الجزء ده اهو هو ال 1 تو 1 تو شايل اللي منها اعكس كل اكس وواي في اواي اكس، يعني النقطه دي زيرو و1 تبقى اكس اللي كوشاين ماينس 1 رقم زيرو، ده الانفرس. طب امال المقلوب بقى؟ لا المقلوب ما فيهوش مشكله، كل نقطه ولا عايز وحدين التناظر ولا حاجه، لان دي داله يبقى اكيد المقلوب هيبقى داله. لو لكل اكس قيمه واحده في الواي يبقى لما اقلب الواي ما يقيمها واحده، صح؟ عايز اقلب الواي بتاع عند الزيرو في 1 مقلوب ال 1 كام؟ واحد على واحد اهو. يبقى اول نقطه حمراء اسمها انا السيتش المقلوب. النقطه دي تفتكر قيمه الواي بكام؟ كام دي؟ ادي اي رقم. 3 2 نص. لا ما ينفعش تكون الكوشاين اقل من الواحد. شايف عين الزيت؟ اقلها 1 وتزيد. كل ما الكوشاين دي ايه؟ اكبر من 1. اكبر من 1 لما تيجي تقلبها لازم تكون السيتش كلها اقل من 1. الخمسه لو قلبتها 5 على 5 تبقى تحت هنا. طب والثلاثه بتنزل. طب ما القيمه عماله كل ما بزود الاكس الواي تزيد ولا تقل؟ يبقى المقلوب يقل ولا يزيد؟ يقل اكتر. يبقى لما يوصل عند الماله النهائيه مقلوبه يبقى كام في الاخر؟ زيرو. يبقى الداله دي لازم تيجي كده. ومن الناحيه الثانيه زيها بالظبط. خلي بالك ان النقطه دي في منحنى الكوشاين بتمثل ايه بالنسبه لها؟ مينيمم بوينت، لوكال مينيمم بوينت، صح ولا غلط دي؟ يبقى احنا قلنا زمان لو كان منحنى الكوزاين كده يبقى المقلوب ايه؟ كل مينيمم يتحول هنا ماكسيمم والعكس. خلاص؟ فيبقى مفيش شكل يجي غير ان النقطه دي بالشكل ده كده وبعد كده تنزل لغايه ما توصل للزيرو، لان كل التغيرات عماله تقل تقل تقل. ده منحنى ايه ده؟ السيتش. اذا حبيت ترسم لي الانفرس لو عايز ترسم اللي هو مقلوب الكوشاين، لو حبيت ترسم الانفرس بتاعه في مجهود هتبذله؟ خالص مش هتعمل اي حاجه؟ احدد المجال، لازم تكون عدد التناظر الداله دي يمين وشمال، ما ينفعش زي ما عملت في الكوشاين هاخد النص اليمين بس عشان تكون وحدية. خلاص؟ وبعدين اعكس بقى كل واحد اكس وكل اكس ركزوا معايا كويس في التاتش. هو ليه يا دكتور الكيرف كان جاي لفوق كده؟ ليه ما نزلش لكده؟ ما نزلش ليه؟ بصوا يا جماعه الباشمهندس بيسال لو انا فهمت سؤال صح، يبقى انت عايز عند النقطه دي ينزل كده؟ ينزل كده. اخدنا يا جماعه قبل كده نوعين من اللوكال اكستريم فاليوز. انما عندي في نقطه اسمها ماكسيمم بالشكل ده ونقطه ثانيه اسمها ماكسيمم بالشكل ده، مين يقول لي فرق بين دي ودي؟ واحده جايه من الاف داش انفينيتي والثانيه جايه
أستنى. إيه أس صفر واحد، إيه أس صفر واحد، يبقى 1 بلس 1 صفر على 2 بكام؟ صفر. يبقى أول نقطة هنا، هنا ما عرفتش أرسم باللون الأخضر إيه أس، لأن أنت صعب عليك إنك ترسم إيه أس إكس وإيه أس ماينس إكس، وفي نفس المنحنى هتجمع، وفي نفس المنحنى تطرح، وفي نفس المنحنى تقسم. صح؟ كتير. فأنا من الآخر كده هعوض بقيم، يبقى زيرو على الأمارة اللي قلت لك ما تتسرباش، ما زيرو على أي حاجة زيرو. أو إلا لو جالي تحت زيرو. معلش ساعتها أقول إيه؟ طب ماشي كملوا بعض، أنا هنفضل نعوض كده للنهاية. طب تعالوا يهمنا مين؟ المال النهائي دي والثاني المال النهائي دي. عوضوا معايا المال النهائي وركز في الاول دلوقتي. عوضوا المال النهائي. ايه بص انفينيتي بكام؟ الاي ده رقم 2.01 ايه ده اكبر من الواحد. يبقى لما تدفعوا نص المال النهائي هيديك ايه؟ مال النهائي. طب ايه بص ماينس مال النهائي؟ كانك نزلته في المقام تحت بقيمة المال النهائي، يعني واحد على انفينيتي بكام؟ يبقى دي مال النهائي ناقص الزيرو بكام؟ طب مال النهائي زائد الزيرو بكام؟ طب مال النهائي على مال النهائي بكام؟ طب اعمل ايه؟ لا مش واحد. لان انا ما اعرفش المال النهائي عشان اقول ان دي زي دي. مين هو المال النهائي يا جماعه؟ هو رقم اكبر من اي رقم اعرفه، اذا كنت انت مش عارفه اصلا هتختصر اللي فوق مع تحت ازاي؟ بنسمي دي كمية غير معروفة ولا غير معينة؟ معينة. هي موجودة بس أنا ما حسبتهاش لسه. طيب أحسبها إزاي؟ وما خدناش حاجة اسمها قاعدة الكتاب للناس اللي عارفاها يعني. القاعدة دي تحسب لي الليمت بتاع مال النهاية على مال النهاية. هتاخدوها هتاخدوها إن شاء الله. هتاخدوها. أعمل إيه هنا؟ طب مين يقول لي مال النهاية جت منين؟ الكرب اللي جاب لي الانفينيتي ده؟ ها؟ عشان اشيله. الاي اس اكس ده جاب لي المال النهائي اللي انا مش عايزاها. طب مين اللي يشيل الاي اس اكس؟ طب تعالى نضرب فوق وتحت في اي اس ماينس اكس. يبقى ده هيقول لي ايه؟ اي اس ماينس اكس في اي اس اكس. واحد. طب اي اس ماينس اكس في اي اس ماينس اكس. اي اس ناقص 2 لا راسك بس راسك اي اس اكس في اي اس سالب اكس بتضيعها الناقص على طول. طب الناقص معاه ناقص ثانيه ازاي؟ باشمهندس يعني هو انا بس ما يعني ما تجيش الناحيه بس عشان لما احط الاكس في انفينيتي موجب بقى اي اس سالب بقى النهايه بكام؟ بزيرو بقى فوق واحد ماينس الزيرو وتحت واحد زائد الزيرو يبقى كام فوق وتحت كام؟ يبقى بكام على طول؟ يبقى ب 1. الكلام ده امتى؟ لو الاكس رايحه لمال النهايه الموجبه. يبقى عندي المال النهايه الموجبه، مين يرسم لي النقطه اللي اسمها مال نهايه وواحد؟ ارسمها ازاي؟ اللي بيروح فين؟ في المال النهايه. افتكر لما كنا بناخد رسم منحنى ازاي كنت بجيب خط التحرك الافقي؟ كنت باخد ليميت لما اكس تروح لمال نهاية بتاع البالانس. واحد بعد المحاضره امبارح قال لي بس كده حضرتك غيرت الداله، ازاي تضربي فوق وتحت متغير؟ كده ما بقاش الداله اللي باسمها. قلت له انا غيرت في الداله، انا ما غيرتش في الداله دي، انا غيرت هنا ضربت فوق وتحت عشان ايه؟ عشان اعرف قيمه الخط التقاربي اللي المنحنى رايحه فين المال النهائي، زي ما كنا بنعمل واجيب ليميت بتاع اكس سكوير ناقص 4. لما بتحسب ليميت المقدار ده عند الاثنين مش ده كان بيدي 0 على 0؟ كنت بتعمل ايه؟ ما تقول كنت بتعمل ده فرق يوم مربعين وتقول تختصر ده مع ده. طب ما انت كده خليت اكس زائد 2. هي دي هي دي؟ لا انا عايز اعرف في المال النهائي الليميت يقول لي كام؟ كنت مجرد احسب بس ايه؟ عند المال النهائي. اذا دي مفهوم ليميت مش تعويض. طب لو انا الداله بتديني
في المال اللي هي سالبه، كان ايه استزاله مال اللي هي بكام؟ ايه استزاله مال اللي هي بصفر؟ يعني ده مش مشكله عندي. طب ايه استزاله مال اللي هي في السالب؟ لا مال اللي هي صح، ده هي مال اللي هي وده مال اللي هي. يبقى مين اللي عامل لي مشكله في الترم ده؟ طب رقمي ليه عشان اخلص من ايه استزاله اكس؟ صح. يبقى في مره ثانيه اضرب في ايه اس اكس فوق تحت، المره دي هيديني ايه اس 2 اكس ناقص الواحد على ايه اس 2 اكس زائد الواحد. مين يقول لي ده عند السالب ما لا نهايه؟ يديني كام فوق؟ ايه اس سالب ما لا نهايه بزيرو ناقص واحد بماينس 1 وتحت دي زيرو زائد الواحد، يبقى النادي كله كام؟ الماينس 1. امتى يديني الماينس 1؟ لما الاكس تروح لسالب ما لا نهايه. فدي في ناحيه ودي في ناحيه. فين الاكس السالب ما لا نهايه عندي في الرسم؟ دي. يبقى مين الخط التقارب الافقي في الناحيه الشمال؟ اروح له ازاي؟ انزل تحت سالب واحد يبقى ده الواي ماينس 1. يبقى منحنى التانش هو اللي احنا راسمينه كده. امال منحنى التانش بقى مقلوبه هيعمل ايه؟ مين النقطة الخاصة اللي موجودة في التانش؟ زيرو زيرو. الزيرو عندي زيرو زيرو. طيب عند اكس زيرو قيمة التانش صفر، يبقى قيمة الكوتانش مقلوبها. مين واحد على زيرو؟ يبقى نرسم خط ما لا نهاية كده. يبقى ده خط تقاربي راس دي لدالة الكوتاش اللي بتنزل. تعال نكتب رقم رقم بقى. عند الواحد عند أي قيمة هنا، يعني مش مشتركة أي قيمة في الحتة دي. الرقم ده أقل من الواحد. افترض افترض إن عند الاتنين ليه قيمة هنا أو أي رقم يديك نص، عند النص دي بقى الواي بنص مقلوبها كام؟ اتنين يعني فين؟ فوق الخط. طب لو كانت بتلاتة عند التلاتة طلعت بكده، يبقى التلاتة فوق الخط. طب الخمس؟ خمس. إذا كل قيم الكوتانش، لو كل قيم التانش أقل من واحد يبقى كل الكوتانش فين؟ أعلى من واحد، ولازم تلتزم المنى نهاية. طب في الآخر خالص عند إكس الإنفينيتي التانش ب 1 يبقى الكوتانش برضه ب 1، بس فين؟ اللي أنا معرفهاش، ما أنا اللي معرفهاش يعني إيه؟ يعني الخط ده برضه تقارب مين؟ الكوتانش. القيم دي موجبة؟ لازم هتفضل موجبة. طب القيم اللي تحت دي سالبة؟ وعايزة أقلبها. يبقى السالب نص يتحول لكام؟ لسالب اتنين، والسالب تلت، سالب تلاتة، سالب ربع، سالب أربعة، لغاية ما يجي عند الزيرو هنا الإنفينيتي هنا السالب ويرجع. يبقى الداله اللي احنا رسمناها دي الاحمر ده هو مين؟ كوتانش اكس. داله التانش احاديه ولا لا؟ اللون الابيض احاديه. داله الكوتانش مين يقول لي الدومين بتاع التانش والرينج بتاعها مربع؟ الدومين بتاع اللون الابيض بقى. اللون الابيض مين الاكس اللي واخدها؟ كل الار. يبقى فين الار كله والرينج واحد مفتوح سالب واحد. منين بقى؟ معايا ولا مش معايا؟ بدل ما من سالب واحد لواحد هحطها في صورة تانية. مدرس اكس اقل من الواحد، او مدرس الواي بتاعتي اقل من الواحد اللي هي الرينج بتاعي. هقول دلوقتي انت تقول ان اي قيمة من سالب واحد لواحد معاك، صح ولا غلط؟ مش ده الرينج اللي انت عايز تكتبه؟ مش ماشي مفتوح، مش دي الفرق. تمام. لو انت افترضت اي قيمة، قول لي انا افترضت اي قيمة وانت قول لي معايا ولا مش معايا. الناقص نص معايا ولا لا في الرينج؟ طب ما هو ناقص نص مقياسه كام؟ اقل من واحد ولا
انك ممكن تمثل الفقرة يا اما بالخط يا اما بالفترات كده اللي بتعمل دي يا اما بالمدرس خلاص نفس التمثيل. طب مين يقلب نفس التمثيل بتاعي؟ مين الرينج بتاع الكوتاج الاحمر؟ برافو. يبقى المدرس بتاع الواي ده ايه؟ اكبر. اي رقم مقياسه اكبر من واحد هو الرينج بتاع الكوتاج. مقياس السالب اتنين معايا؟ صح؟ الاثنين يبقى كله بس الفتره اللي بره. انا بقول لك الكلام ده ليه؟ عشان في التفاضل بتاعنا والتكامل التكامل بالذات هتلاقي فيه كده حاجات غريبة بتظهر كده، وإن لازم الإكس تكون كذا ولازم الواي كذا في الزوايا العكسية. احفظ قوي المنظر ده. يبقى دي المدرة الأسبوعية أقل من واحد. الدالة بقى بتاعتي، الدالة بتاعتي أحادية التناظر، دي أحادية التناظر. الدالة الأبيض دي لوحة قد قد ولا إيه دي؟ قصدي ولا ليه البيضة دي؟ اه طبعا متماسكة حوالين الزيرو مش متماسكة يمين وشمال. بعد ما خدنا الرسم اعتقد كده رسمنا مثلثية ورسمنا الزائدية. الزائدية العكسية لازم المرة اللي جاية تكون جاية ونرسمها، وكمان اثبتت مشتقاتها زي ما اثبتنا مشتقات المثلثية العكسية. تحرك والا مش هنفهم اللي جاي. بس
بيتكلم ليه؟ يا مش فاهم بترفع ايدك يلا، يا فاهم فبتسمع اللي جاي عشان انا هسال. تبقى عارف اذا كنت هتتابعه معايا ولا لا؟ فاهم مش عايز اخرج. اخر صوره كانت 2 كوشاين سكوير ماينس 1 تمام؟ دايما لما كنا بنكامل دوائر ثلاثيه والكلام ده هنحتاجه النهارده كويس قوي عشان تفتكروا معايا تاني. رسمت لك هنا مش بص ده كده كان فيه جدول الترم الاول واحد في التكاملات، بتكلم على التكامل ولسه ما عملتش حاجه استفاد رابع. التكامل في التكامل واحد اشوف التكامل بتاعي قياسي ولا مش قياسي؟ دي اول حاجه ابص عليها في التكامل. يعني ايه قياسي؟ يعني انا كتبهولك على السطوره كده جدول او جدول في الكتاب عندك وده القياس اللي انا عرفته. طب يعني ايه جدول تكامل تكامل قوى؟ يعني الاقي داله مرفوعه لاي اس مش مهم الاس بس بشرط برافو مطلوبه في مشتق قسم. اعمل ايه ساعتها؟ ازود الاس واحد وارفع اس جديد. اخر حاجه بقى كانت الدوائر المثلثيه اللي زيها بالظبط الدوائر الزياديه دي لو كانت العيله بتاعت صاين وكوزاين العيله بتاعت سين وتين العيله بتاعت كوزين وكوزين هتعمل لي جدول زي جدول الترم الاول بالظبط. هتكتب لي كده لو كانت الساين اللي مضروبه في كوزاين باي اسس كان فيها احدهم على الاقل فردي موجب. لو لقيت تكامل لكوزاين اس 3 كنت بتعمل ايه؟ برافو عليك كنت بتاخد واحده والباقي يتحول لمين؟ للساين عشان هي دي التفاضل بتاعها كوزاين. طب انا لو لقيت دلوقتي النهارده كوشاين اس 3 اعمل ايه؟ هاخد واحده كوشاين واحول الباقي لمين؟ لمين؟ كوشاين. طب لو لقيت عيلة الست والتين كنت بحجز مين؟ يا ست سكوير والباقي يبقى اسمه تين يا ست بتين والباقي يبقى اسمه ست لان ده التفاضل اللي انا عملته. طب لو لقيت دلوقتي في مسألة ستش اس 4 اخد ستش سكوير بره تمام؟ والباقي احوله مين؟ بتنش. لو لقيت ستش وتنش كل الكلام اللي انا بقوله انا عارفه انك ممكن تكون نسيته. ففكرت دي في المثلثيه وهحله في الزائريه. تمام؟ خلي بالك بس من الاشارات ومن المتطلبات، ما ده مش هكرره تاني انا بقول التكامل. عايزه دلوقتي استبدل لو كان الاس بتاع الساين زوجي او الكوزاين. ففي التكامل الساين سكوير كان بيدي ما كانش ينفع احجز حاجه، كنت لازم استخدم قانون ايه؟ ضرب الزاويه. ساين سكوير اكس كانت بتساوي ايه؟ كانت بتساوي نص في واحد ناقص كوزاين 2 اكس. اه بس انا هنا لو عايز اعمل نفس الكلام يبقى انا عايز اضرب قانون ضرب الزاويه في حاله ان الاقي ساين سكوير. يبقى ساين سكوير هنا بكام؟ كوشاين 2 اكس انا عايز اطلع دي لوحدها بقانون ضرب زاويه ليها يبقى اطرح مين الاول؟ هيبقى كوشاين 2 اكس ماينس ال 1 وبعدين ارسم الطرفين على مين؟ اللي هي النص اللي بقى يبقى نص في كوشاين 2 اكس ماينس 1. ازاي؟ وانا بقول ان الساين تربيع كانت بتساوي نص في واحد ناقص الكوزاين 2 اكس والحته دي ما فيهاش اي ساين مضروبه في ساين. عشان انا لو طلعت السالب بره خالص دي اسمها ساين سكوير اللي لما بدلها بالساين سكوير هي اللي بتدي الاشاره مش اللي هي دي ساين سكوير. يبقى لما استبدلها من ساين سكوير دي اللي كانت هتجيب السالب كانه بره ست طرفين وعكس في دي. طب لو انا بتكلم عن كوشاين سكوير فاكرين كان بيساوي كوزاين سكوير كام؟ نص واحد زائد. طب امال هنا كوشاين سكوير ده كام؟ الاول تشيل الواحد ده ازاي؟ اجمعه يبقى واحد زائد كوشاين سكوير واقف على كام؟ يبقى نص في الواحد زائد كوشاين 2 اكس.
ثواني. دي مش دي مش زاويه. مش دي ايه؟ دول مش ثلاثيه. مش دايره مثلثيه. يبقى ملهاش زاويه. طب ولو واحد فيكم بقى رسمناها مثلث اعمل فيه ايه؟ يعني لو ربنا كان الشاين بيساوي 4 على 3 تبقى في الشاين بكام؟ لو قلت لك ان شاين ايه؟ اوجد ضخية الدوائر الزائدية للعدد ايه؟ نسميه زاوية. في الدوائر المثلثيه الداتا بفرضين الحل يا اما انك ترسم لها مثلث يا اما تستخدم المتطابقات عشان تجيب اللي انت عايزه. الدوائر الزائديه ملهاش غير طريقه واحده، المتطابقات، لان دي ليس لها مثلث. تمام؟ المتطابقه مين؟ لو انا عايزه اجيب بقيه الدوائر الزائديه، مين بقيه الدوائر الزائديه؟ خمسه. تبتدي مين؟ ابدا بالاسم. اشمعنى اول واحده؟ لا لو انا عايزه اقول لك ان انت خدت الدوائر الزائديه مش الكوشاين بس، عايزه التاش الكوشاين كله. مين اول واحده تجيبها؟ السيرش. ليش فتش؟ هجيبها زي السيرش. الكوسيرش هي دي. تمام. الاول خلص نفسك من الاربعه اللي في الاخر انك تجيب الكوشاين، عشان لو الاثنين دول عندك كله جه مين هي التنش؟ شاين على كوشاين. مين السبتش؟ مقلوبتي كوشاين. مين الكوسيتش؟ ومين الكوتنش؟ كوشاين على شاين. قلت لكم من شويه ان دول البيزك فانكشنز بيجوا في كل حاجه. مين اللي جاب لي بقى كوشاين؟ العلاقه المتطابقه بتاعتي اللي بين الكوشاين والشاين مين؟ فين؟ اهي الشاين دي عندك، يبقى كوشاين سكوير بكام؟ بواحد زائد الشاين سكوير، يبقى مين الكوشاين؟ واحد زائد 16 على 9 اللي هي الشاين سكوير، يعني 25 على 9 يبقى 5 على 3. الشاين 4 على 3 كوشاين 5 على 3. يبقى الكوسيتش 3 على 4 والسيتش 3 على 5، التنش 4 على 5، الكوتنش 5 على 4. سؤال السلام عليكم. دخل سؤال انت كده حاسس انا ليه عندي الشاين سكوير اهي جمعتها عن واحد عشان اجيب كوشاين سكوير. طب ليه ما اقولش ان الكوشاين بلس اور ماينس؟ ليه بقى؟ لأن الكوشاين يا جماعة اللي لسه بتحرك حالا أهي بدايتها الواحد، إزاي تقول إن الكوشاين نيجاتيف؟ بأقل قيمة في دالة الكوشاين 1، وبتفضل فاكرين المنحنى ده؟ دي كانت الواية بتاعتها 1. يبقى إزاي أقول لك قيمة الكوشاين؟ كوشاين 0 1، وكوشاين أي حاجة تانية بقيمة بأعلى من 1. يبقى ازاي تقول لي بلس اور ماينس؟ اكيد التكست ده مفهوم. عرفت ازاي تتعامل مع الدوائر الزائديه كارقام؟ تعالوا بقى ناخد المشتقات بتاعتها. مين يعرف تفاضل الشاين؟ بس ما تبصش على السطور، ما تبصش على جد. طب مش عارف احسب.
سكوير ماينس ولا بلس؟ ماينس. البص زي ما هو شايل ومين مشتقة الكوشاين عارفاها؟ يبقى شاين سكوير. المنظر ده انا شفته قبل كده، ولو واحد على كوشاين سكوير عارفاه برضه. مين ده؟ مين بقى اللي كوشاين؟ يبقى مين تربيعه؟ يبقى مين باباه للشاش؟ هيبقى شارة سالبة مع الكوتنش بس ستة اتنين سيو.
البوتنش. اسمها البوتنش ارض. طب معاهم كام؟ بأربعة. الكوسنش دي لو نزلت تحت شاين والسنش تطلع كوشاين، كوشاين على شاين مش هي برضه بوتنش؟ وفي كام واحدة منهم اهي؟ اثنين كمان. يبقى الاثنين دول مع الاثنين دول مع الاثنين دول يدوا كام؟ ستة. أنا المفروض ما تعيش نفسي ده. الاختصارات ما تعيش أنت يعني كطالب ما تعيش نفسك فيه. أمال أنا تعبت نفسي فيه ليه؟ عشان عايز الواي ما تبقاش في مسألة يبقى أنا أسهلها على نفسي دلوقتي. يبقى مين الواي ما تبقاش؟ يبقى الواي ما تبقاش هي الواي دايش دوت على الإكس دوت. الإيكوال كام بقى؟ اللي ضرب سالب بوتنشال أس 6 يبقى مين تفاضله؟ الاثنين دي. أجاوب تفاضل؟ هنزل الأس برضه يبقى ماينس 6 بوتنشال الأس 5 2 تي. ومين مش فاقد البوتنشال؟ لسه كاتبها. تلاقي إيه؟ ماينس بوتنشال سكوير في مين؟ في الاثنين. الإكس دوت لو توصف من إجابتك هي اللي بنكتب إيه هنا؟ يبقى 3 تانش سكوير في تانش سكوير في 2. الكلام ده اوتوماتيك هيساوي 2 وتانش اس 9 2 تي. بص اللي هناك وبص اللي هنا. الكوسينش سكوير عندي وعندي هناك. طبعا الارقام واضحه، الارقام مش محتاجه اقول 6 يتبقى منها 2 والاثنين مع 2 إذا بقى مين في الاثنين؟ السالب واحد مع السالب اللي جوه. طب الدوائر الباقية إيه؟ البوتنشال سكوير هناك. كل الإكس دوت دي موجودة هناك. مين الترم الوحيد اللي اتغير؟ من هناك هنا. أول ترم اللي اسمه بوتنشال أس 2 هناك اسمه إيه؟ يعني كأنك ضربت أس كام؟ ضربت بوتنشال أس كام؟ خلاص اضرب الستة في وسط ثلاثة كمان وتجمعهم يوم تسعة. الحل ده هو نفس الوقت بتاع الحل ده بس بضرب السوداش وسط ثلاثة. مثال اثنين مسألة بسيطة جدا عشان تجي ليه في التفاضل. بص دي ستة تروح مع الثلاثة يا ابني والسالب مع السالب والاثنين مع الاثنين. كوتاش دي في خمسة ودي اللي طلعت دي اللي هنا سبعه ودي ودي بيدوني كوتاش سكوير سبعه واثنين سته. ما تقارنش مع حاجه تانية. حلها لا دي ما لسه لو للاسف ثلاثه واحد زائد اي قلت تاني اربعه اكس هي دي المسألة البسيطة. هي دي المسألة البسيطة. هي معادلة سهلة جدا. لا تحلف ليه يا أبا يا خالص. إيه ده اللي نوحة ده اللي إيه دي؟ كوكتيل. ضمنية. يعني الواي داخلة كده في حتة مش عارفة تطلع. أنا بقول لك ليه سهلة؟ لأن أنا لو مغنيسة معاك اللون دي ما بتطلعش الأساس ثابت. عايز أقطع بقى أي حاجة. دي بدلة دي. ولو أنا مغنيسة أكتر مع دي بقى كمان أدخلك بدلة ثلاثية عكسية. تعمل ماينس 1 بقى وفاي ماينس 1 وتقطع مشتاقيهم أساسا إيه دول عشان تفتكر تفاضلاتهم. ولو مغنيسة كمان كنت حطيت لك اي ترم فيها داله اس داله. الداله اللي انا رسمها اللي انا كاتباها دي تبقى انا كاتباها دي تتفاضل على السطح ودي تتفاضل على السطح لسه عاملينها ايه؟ ودي تتفاضل على السطح يعني ايه؟ يعني مش محتاج تاخدها بره وتقول دي اسمها يو وهاخد للطرفين واجيب اليو داش وارجعها في المساله. لا المساله بتتحل كده على السطور. تمام؟ فين أي حاجة محتاج تخرجها؟ لا. طب اللوب دي أعمل فيها إيه؟ اللوب بالنسبة لي هي لن. إمتى؟ لو اللي تحت ده ثابت. ليه؟ عشان أنا بقى
الاجزاء الايجو شوتانشا رايز. يبقى مين مشتقه اللمة؟ واحد على مجداخل اللمة، يبقى واحد زائد ايجو شوتانشا في مشتقه اللي جوه اللمة. الواحد تفضل فيه. طب والجلد الوسطيه هي نفسها الوسطيه ايجو شوتانشا رايز، بس لازم في مشتقه مين؟ الجلد الوسطي. التانش والتانش بتاعي تفضل فيه سيرش سكوير، يبقى سيرش سكوير كام؟ 4 اكس، دي هينقصها؟ في ال 4 اكس. الترم الاول ده نزل معايا كام تفاضل؟ جاي، يبقى مشتق ده، زائد مشتق ده بيساوي مشتق ده. مين مشتق الداله اس 3؟ 3 استعملهم، نزل اس، اطرح منه واحد، وفوق الداله، وفوق اللي جواها، يبقى 3 سيرش سكوير اي اس 2 اكس كده. انا نزلت الاس طرف واحد، مين مشتق الداله نفسها؟ المفروض سيرش تاني، بس السيرش دي مقلوبه، يبقى لازم السالب بتاعها سيرش في تانش. دي حاجه ناقصه في دي. ايوه اللي هي ايه؟ الداله اللي جوه السيرش. يبقى دي كام مشتقه؟ اللوج دي حولتها للان على الان 3، الان 3 ثابت اهو ما عادش في حاجه. الان نفسها واحد على اللي هو الان مشتقين، ده اللي مرفوعه بس 3، نزلت الاس طرحت منه واحد، وبعدين فاضل الداله اكس تركيه زي واحد كل اس 7، بتنزل السبعه وبعدين تنقص واحد يبقى 6، وتفاضل الاس سكوير زي واحد زيها بالظبط بس سيرش، يبقى ماينس سيرش تاش. الدالة اللي جواها اسمها ايه؟ افاضل الدالة اللي جواها اي اس 2 اكس، تبقى اي اس 2 اكس كام؟ في الفوق بتساوي مين الطرف اليمين اللي بقى؟ دالة ايه؟ دالة كوشاين. طب مين التفاضل بتاع الكوشاين اللي جابه؟ شاين بتاع الايمان، بس لازم اوصل اللي جواها. دي مشتقة اللمة، يبقى واحد على اللي داخل اللم، في مشتقة اللي جوه اللم. أكتر من كده ما تعملش، ويكتب واي داش يا معلم. ده أصلا لو وصلت دي بحبها. شوف التكاملات بسرعة. طبعا يا جماعة مش هقول إيه، لو تفاضل دي هو ده. مين تكامل المشاين؟ مين تكامل الشاين؟ زائد سي طبعا زائد سي. مين تكامل السيرش سكوير؟ مين تكامل السيرش سترينش؟ سالب سيرش. مين تكامل الكوسيرش في الكوتانش؟ مين تكامل الكوسيرش سكوير؟ طب مين تكامل التانش؟
الكنالة الأسرية والمرثية والمثلثية الستة، ولما جينا نزيلك التكاملات كان لازم نزيلك تكاملات الست دوائر. اديتك تكامل الساين وتكامل الكوزين، لكن ما اديتكش تكامل التام والست والكوزين والكوتين إلا بعد ما درسنا دالة النم عشان دي اللي بتخرج منه. نفس الكلام أنا هنا اديتك تكامل الكوشين وتكامل الشاين، لكن في كل الباقي مفيش درجة اسمها فاش هقول لك تكاملها فين تقول لي كذا. في القياسي دول مين تكامل التنش؟ عارف؟ ده تفاضل التنش عندي. لكن تكامل التنش هل الطرف اليمين في أي تنش؟ طب في كوتنش؟ طب في سنش؟ في كوتنش؟ ودول كانوا الأربع تكاملات الغلصة اللي كانت في أواخر الدوائر المثلثية. أربعة زيهم بقى في أواخر الدوائر الزائدية. مين يقول لي تكامل التنش زي تكامل التان جبناه ازاي؟ عملناها شاين على كوشاين. طب والشاين على كوشاين دي حلت المشكلة ازاي؟ لما ارسم شاين على كوشاين مين اتبدلت المقام؟ ومشتقتها بكام؟ يبقى تكاملها بكام؟ ليه كوشاين؟ الكوتاش هتقولوها لكم؟ Exactly.
نزلش سكوير يعني، بس خليك معايا في المشايل هزل. لو قسمت الرفوع على مشايل تربيع يبقى اسمها سيرش سكوير. لو قسمت الرفوع على مشايل تربيع يعني لقيت ضربتها سيرش سكوير. الاثنين دي طلعتها فوق بنص عادي. تعالى تحت بقى. لو قسمت نوع على مشايل تربيع واحده تروح مع المشايل صح؟ طب والشاي مع المشايل التانية اسمها ايه؟ تاني تاش تحت وتفضلها فوق يبقى لين المقام. امال ايه النص ده؟ تفاضل الزاوية كان لازم اجيبه. تفاضل الدالة اللي جوه النص ده لازم يبقى موجود فوق خلاص؟ رحمة. طب عايزين
لما يساوي نص الشين زائد شين اس 3 على 3 زائد
بس ست شهور طبعا. هل تجاوب قياسي؟ لا. تجاوب خبر؟ لا، لان مفيش تفاضل دم. الدم الموجود يبقى اعمل ايه؟ لما الاقي العيله بتاعت السيك والتان كنت بعمل ايه؟ بشيل يا اما سيك تربيع يا سيك في بيت. هنا مين اللي هيشرب بره؟ سيرش سكوير. طب بص لو جت لك حاجه ثانيه كده سيرش تفعيل مش هحل ايه؟ 3 اكس مثلا في سيرش او 4 3 اكس. هنا ممكن تشيل مين بره؟ ممكن سيرش سكوير تنفع وممكن سيرش سيرش تنفع. امال ايه الفرق بين الاثنين؟ الفرق بقى لما تشيل دول هتحط الداله الاصليه ايه؟ لو انت حجزت بره سيرش سكوير يبقى كانها تفاضل لمين؟ اهي يبقى لازم كل الداله تبقى مين؟ تنش اللي بقى. لكن لو انت حجزت سيرش تنش كل اللي باقي لازم يبقى مين؟ سيرش. تعرف حل الثلاثه دي؟ هتبقى تتناول؟ انت عايز تشيل سيرش سكوير دي ما ينفعش تبقى يبقى سيرش سكوير اهي. مين اللي باقي جوه؟ مين اللي باقي جوه؟ سيرش سكوير تانية. هي سيرش سكوير دي عايز تحولها لمين؟ لتانش. كام زباين بقى؟ كام زباين؟ كانت الواحد زائد تان سكوير بسيك سكوير. امال هنا هعمل ايه؟ واحد زائد تانش سكوير على اساس ان التانش دي ما هياش بقى عصاية دي ولا حاجة. تستعبط هنا؟ هي يا جماعة التان دي عبارة عن مين؟ مش ساين على كوساين؟ يبقى التان سكوير هي مين؟ طب ايه الساين سكوير دي؟ بتعمل ايه هنا؟ اوراق الناقص تانش سكوير. ها ركز شوية. انت لازم تلاقي الساين مكتوبة قدامك مش التان دي التان بتاع زمان جواها ساين تربيع على كوساين تربيع. طب الساين تربيع لما اشيلها احط ماينس. ايوه حط ماينس شاين تربيع صح؟ يبقى لازم دي تبقى بالماينس مش بلس. بالمتطلبات اللي انا قلت لك عليها واجي للمحطه اللي فاتت وانت ما طنشت. كمل بقى ما تطنيش وما تذاكرش الدرس ده كمان. ولو طنشت ولا النهارده ما تذاكرش بقى الدرس اللي جاي. في السيرش سكوير باقي لي هنا واحد على اكس اس. المساله دي عشان تبقى صح يبقى لازم مشتقة اللين جذر دي الاقيها بره. مين تفاضل لين جذر اكس؟ واحد على لا لسه ما ظبطتوش. واحد على الجذر. ما تخلي اللين جذر اكس دي بنص لين اكس وخلاص. يبقى واحد على لين اكس. هي مش الجذر يا جماعه ده اصل ينزل جنبها. ايوه مشتقة اللين واحد على الامتحان طويل. شفت الظهور ازاي؟ يبقى دي ايه؟ واحد على 2 اكس. طب هل واحد على 2 اكس موجوده؟ طب ما نجيبها. اعمل ايه؟ اضرب في الوش. يبقى لو لقيت سيرش اس 4 اقسمها جزئين. اخد السيرش سكوير والباقي يتحول لسيرش سكوير بالمتطلبات الصح. اتحول لي تكامل اسم واحد في سيرش سكوير في تفاضل الداله. ده بتاع التفاضل اللي انا ماليش دعوه بيه. لكن السيرش سكوير ده لوحده تكامل ايه؟ قياسي ولا قوه ولا لسه ما جاش حاجه؟ ده قياسي. مين اللي بيتكامل؟ مين تكامل السيرش سكوير؟ يعني مين اللي بتفضله ويديك سيرش سكوير؟ التاني.
منطقة. الواجب بتاعك تمرين 5 ثواني. حط 4 فوق. لو انا حطيت 4 وضربت